حل ورقة عمل تثبت الكتاب المدرسي صفحة 30 والخاص بدرس الجلسة الصحيحة، والمطلوب منا تطبيق الدائرة بجوار الوضع الصحيح. لدينا تلميذ الآن يجلس أمام الحاسوب وظهره غير معتدل كما نرى، وصورة أخرى لتلميذ يجلس أمام الحاسوب وظهره معتدل، والصورة الصحيحة طبعا الظهر المعتدل حتى لا يؤلمنا ظهرنا. نظلل بجوار التلميذ معتدل الظهر، وفي الناحية الأخرى يوجد لدينا تلميذ يجلس أمام الحاسوب والشاشة في مستوى نظره، والصورة الأخرى تلميذ يجلس أمام الحاسوب والشاشة ليست في مستوى نظره وإنما أقل من مستوى نظره. وبالطبع الصورة الصحيحة هي التلميذ الذي يجلس أمام الحاسوب والشاشة في مستوى نظره. نظلل الدائرة بجوارها هكذا، وبذلك نكون انتهينا من حل ورقة العمل.